هنا هم بيستطروا التاريخ، لسه بيستطروا التاريخ لآخر يوم في المنافسات. من منزل فريال أشرف بطلتنا اللي خطفت الذهب هناك في الكرافيه، لمنزل بطل تاني خطف لنا فضة النهاردة كلنا كنا ثقة فيه وكنا متأكدين إن أحمد الجندي راجل وبطل وإن شاء الله قادر إن هو يعملها. أحمد النهاردة بيعمل رومونتادا وبيموت نفسه، ما يبتدي في المركز الـ13 ويروح خاطف فضية، لأ ده نقف بقى ونقول كلام كتير قوي. لمنزل أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث صاحب فضية طوكيو 2020 مع والده ووالدته ومشاعر السعادة اللي مختلطة بالفرح وبالدموع، وكلنا يعني في كنترول بيقولي انت هتعيطي، قلت له مش عارفة اتكلم، يعني انا مش عارفة اتكلم من السعادة اللي الواحد حاسسها، من يعني وصلنا لقمة سعادتنا بعد يعني في اول اليوم ممكن نكون زعلنا شوية، يعني مع كرة اليد انفعلنا وقلنا كان نفسنا الابطال دول يلبسوا ميداليات، ولكن سبحانك يا رب في لحظة والتانية بيتبدل الحال من حال لحال، لما ربنا يريد ويقول تعبوا ولازم يتكافئوا ولازم يرجعوا مبسوطين ومنتصرين، فيجيب لك ذهب وفضة ويقلب الموازين ويطلعك في الترتيب ويخليك تسبق بقى. شوف احنا طلعنا بالفضة والذهب دي وصلنا لفين في ترتيب البطولة، وصلنا لفين من الكاراتيه اللي بيشارك بنسخة استثنائية بتجيب ذهب وبتجيب برونز على ايد بنات مصر، بنات مصر الرجالة. لما بقول لكم ما تستهونوش بالست المصرية، الام اللي كانت موجودة معانا على الشاشة والدة فريال وطبعا والدها عشان يعني ندي له حقه، ولكن الام مدرسة ان اعددتها اعددت شعب طيب الاخلاق. خلي بالكم هي دي الست المصرية، لما تبقى في البيت بتربي وبتكبر، بتودي تمارين وتودي دروس وتذاكر وتفضل طول الوقت. انتوا شفتوا والدة فريال وهي بتنط، يعني بتنفعل مع كل حركة بنتها بتعملها، ده احساس الام اللي مشيت مشوار طويل، اللي بتهدي النهاردة مصر ميدالية ذهب، اللي بتهدي النهاردة مصر في الاولمبيات تاريخ للكاراتيه، اللي بتخلي علم مصر يرفرف في اليابان ويتعزف النشيد الوطني قبل الختام بيوم. البنت المصرية والراجل المصري معدنهم ما بيبانش غير في المواقف الصعبة، اتحطوا تحت ضغط، اتحطوا تحت ضغط، انت بتلعب قبل ما البطولة تخلص بيوم وفي اخفاقات وفي ناس ما كانتش ما عرفش ايه وكلام كتير 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 من 15 يوم الكلام بدأ، ولكن النهاردة بيقولوا احنا موجودين، اي ضغوطات احنا تعرضنا ليها احنا حولناها لدفعة، حولناها لطاقة ايجابية، قدرنا نروح ونخطف الميداليات. اللي حصل خلال الكام ساعة اللي فاتوا دروس لازم نتعلم منها، دروس لكل المصريين، دروس لحياتك. لما تفكر ان انت المستحيل بقى واقع فده درس، لان استحالة يكون في انسان تعب وربنا ما يكافئوش، استحالة يعني مستحيل تحصل. فريال تعبت، تعبت والدتها بتقول تعبتي يا بنتي وكنتي بتصحي بدري وبتروحي وحرمتي نفسك من حاجات كتير. امبارح قلت لكم ان الميدالية الاولمبية تمنها غالي قوي، تمنها غالي قوي من اللاعب ومن اسرته ومن بيته، ولو هي متجوزة من جوزها وبيتها واولادها، تمنها غالي لاي بطل رايح يشرف ويرفع علم مصر في اكبر محفل في الرياضة الأولمبيات طوكيو 2020. أولمبيات ما قبلها حصل أحداث كتير جدا بتتأجل لسنة، ولكن أبطالنا كانوا في المعاد، أبطالنا لآخر يوم بيقولوا إحنا موجودين، إحنا مش هنسيب البساط بسهولة، إحنا قبل ما نمشي من اليابان عايزين نسمع النشيد الوطني. الذهب النهاردة طعمه مختلف، صدقوني كل الأبطال اللي حققوا ميداليات طبعا على عيننا وعلى راسنا كلهم، هدايا ملاك في التايكوندو، سيف عيسى 2 برونز، كيشو في المصارعة، في الخماسي الحديث عندك أحمد الجندي الفضية، جيانا فاروق امبارح برونزية في الكاراتيه، النهاردة في ريال
اخر واحده كانت بتنافس النهارده وكان عندنا امل بتجيب الذهب. شفتوا الذهب جه امتى؟ جه في اخر يوم قبل ما نسيب الاولمبيات ونختم، ويبقى ختامها مسك وعسل كمان، مش مسك بس، ختامها مسك من ابطالنا المصريين. كنتوا في الميعاد، كنتوا رجاله سيدات او رجال، كنتوا قد المسؤوليه، فرحتونا وفرحتوا الشعب المصري وفرحتوا اسركم وعائلاتكم، واحنا فخورين بيكم وهم فخورين بيكم، وبنقول لكم شكرا، شرفتونا وكنتوا قد المسؤوليه.